أستاذ عيد مرزوقي، مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك محمد وعلى مشاهدينك الكرام. أهلا بك أستاذ عيد. معرفش أنت شفت معانا الفيلم اللي اتعرض ده، اللي هو مجموعة من الجيش المصري بتولع في بيت سيدة في منطقة بلوزة بيقولوا. شفت الفيلم ده يا أستاذ عيد؟ طبعا شفته شفته وتابعته الآن معاكم الأول مرة أشوف الحقيقة يعني. فبس يعني أقول أنه فعل غير محترم ولا يليق بجيش وطني. وفي عندي ملحوظة مهمة عايز أقولها للناس، أنه هذه القرية أو المنطقة بالوزة أو كل قرى مركز دير العبد على مدار 5 سنوات لم يحدث في هذه المنطقة أي عملية أو أي استهداف، سواء حتى لو بالحجارة. ما فيش بالمرة. منطقة عامة تماما، منطقة مسالمة تماما، منطقة لا يوجد فيها أي عمليات أو أي إرهاب يستدعي أن يكون هناك فعل بهذه الطريقة. ولكن هناك تصرف غير مفهوم في سيناء كلها. هذه ليست الواقعة الأولى في الشيخ زويد ورفح وفي مناطق الجنوب العريش، حدث أكثر من مرة. المتحدث العسكري نفسه اعترف بحرق العشش اللي هي مباني من جريد النخل بيبنوها الناس البسطاء الفقراء، بيعتبروها أوكار إرهابية، وعرضوا هذا في صور وفيديوهات كثيرة من قبل. عملية حرق المنازل، هدم المنازل، تجريب أشجار الزيتون، حرق المنازل، كل التصرفات التي تتم في سيناء هي بالفعل تضيع سيناء. ولا أجمل ما هو الفعل الذي يفعله السيسي من أجله ألا يضيع سيناء ويحافظ على سيناء. أنا لا أدري أين هو الفعل. الفعل الحقيقي الذي يكون في صالح سيناء هو فعلا القضاء على الإرهاب، أن توجه هذه الحملة على الإرهاب. ولكن هذه الحملة موجهة بالكامل على الأهالي. هذه الحملة هي حملة ضد أهالي سيناء، هي حملة عقابية لا نعرف ما الأسباب، حملة تأديبية أيضا لا نعرف ما هي الأسباب. بالكامل هي تقضي على حياة الناس. أصبح اليوم بعيد تحرير سيناء عام 36، وأنا ولدت في يوم تحرير سيناء، عمري الآن 36 عام. لم من العار ومن المخجل ومن كل يعني الأمور التي تدعو إلى الخجل بالفعل أن نتحدث بعد 36 عام على تنمية في سيناء أو على حقوق بسيطة أو على وضع بهذا الشكل. أنا أريد أن أقول بس في هذا الظرف الراهن أنه اليوم السيسي بعد 36 سنة خلى تكلفة وجود المواطن في سيناء مثل تكلفة مواطن يعيش في النرويج أو في قطر. أغلى البلدان، يعني حتى يستطيع المواطن يعيش اليوم في سيناء محتاج دخل المواطن في قطر أو في النرويج، أغلى البلدان في العالم في المعيشة. لا يستطيع، فبالتالي سيرحل الناس. سيناء ستخ يعني أنا أقول لك علبة سجائر 65 جنيه، علبة البانية 65 جنيه، الأسعار مش طبيعية. فتكلفة الحياة الآن تحتاج مواطن من النرويج أو من قطر حتى يستطيع العيش في سيناء. فبالتالي الهروب من سيناء والنزوح من سيناء أصبح للأسف الشديد إجباري ولا بديل عنه، لأنه تكلفة الحياة هناك أصبحت يعني في متناول 1% من السكان. الناس الآن تحتاج مساعدة عاجلة، تحتاج فأي فعل يفعل السيسي اليوم من أجل أن يحافظ على سيناء. يا أخي يعني أبسط الأشياء اللي بتقولها مكافحة عمليات مكافحة التمرد أو الحروب، كل هذه العمليات تنص على اكتساب حاضنة شعبية حتى تنجح. يعني الشرط الأساسي حتى يفهم الناس، الشرط الأساسي لهزيمة التمرد أو الإرهاب المصطنع أو العمليات اللي بتتم، شرط أساسي في نجاحها وده شرط عسكري في مكافحة التمرد، أنه أن يكسب الجيش الحاضنة الشعبية طبعا في هذه المنطقة. السيسي يفعل العكس، لا هو بيفعل العكس، وهو يعيد قاصد، يعني هو قاصد، يعني هو مدرك اللي بيعمله. يعني هو يعني مدرك تماما. هو الرجل هذا كل اللي قاله عمل عكسه. يعني هو اليوم بيقول احنا
تعمل كده في سينا عشان ما نضيع حاجه. طب هتضيع سينا كده وهي هي لسه ما ضاعتش؟ يعني هنضحك على بعض؟ هي اي 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 فين جيران الصنافير؟ في 1000 كيلو في جنوب سينا راح لليوم، وفي مدينه اسمها مدينه رفح راحت من قطاع غزه لاسرائيل. هو هيضحك عليه يعني علينا الامن يعني المناطق يعني يا استاذ عيد يعني المناطق يا عيد يا اخ عيد المناطق اللي راحت من سيناء دلوقتي تيران والصنافير ثم 1000 كيلو متر اللي لا مش كده 1000 كيلو متر لمشروع نيوم السعودي 1000 كيلو يعني بص يا محمد هم بيقولوا 1000 كيلو هم بيقولوا 1000 كيلو بس اعتبر الجنوب كله انتهى لانه تيران والصنافير هي بوابه الجنوب طيب تمام على خليج يعني المنطقه الاستراتيجيه أيوة. بجوار شرم الشيخ مباشره تمام ورفح كيلو اعتبر حطوا ايديهم على الجنوب طيب ورفح كم كيلو؟ رفح اخلاء بالكامل ورفح انت بتتكلم عن رفح انت بتتكلم عن المدينه بالكامل تتكلم عن 8 كيلو بطول الحدود مع قطاع غزه حوالي 16 كيلو بالاضافه ل 20 قريه تبدا من عند الحرية الطايرة أبو شنار المقاطعة التومة المهدية شبانة الدورة كل هذه المناطق خليت من السكان وقرى انتهت يعني بالكامل هذه المنطقة أنت تتكلم على مساحات واسعة ضيف إلى ذلك أنك أنت بتفضي أصلا منطقة فاضية يعني أنت منطقة أساسا وتواجد السكان فيها بسيط هذا اللي بيفعله السيسي بيذكر علي دائما المقوله اللي بيقولها رعنان جيسل المستشار الاسبق لشارون واحد مهندس فقيد كان ديفيد رعنان جيسل يقول والفيديو موجود على اليوتيوب اللي عايز يشوفه يعني بيقول انه احنا اخطانا عندما وقعنا فقيد كان ديفيد عندما قلنا لهم اتركوا سكان سيناء في سيناء واذهبوا بالجيش خارج سيناء الى قناه السويس، الان ادركنا ان هذا خطا ونحن نريد اخراج السكان وبقاء الجيش بالنص بدون يعني زياده حرف او نقصان حرف، والفيديو موجود على اليوتيوب وكل مشاهد الان بيسمعني يدخل على اليوتيوب ويكتب رعنان جيسن وتهجير اهالي سيناء، وشوف راي الناس، يعني السيسي بيعمل اشياء الاسرائيليين اللي بيتكلموا عنها بيتمنوها وطبعا الارهاب وفر هذا الغطاء يعني انت طبعا الارهاب عقب عمل غطاء ولو تكلمنا انا وانت الان تمام لكن خليك معايا عيد يا عيد 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 المنطقه دي اللي بيتكلم عليها الضابط جوه بيقول بالوزه مش كده؟ مش كده؟ بالوزه دي اول قريه في شمال سيناء يعني انت لما بتطلع من قناه السويس أيوه. تطلع من محافظه الاسماعيليه تعدي كوبري السلام أيه. اول بوابه شمال سيناء هي قريه بالوزه هي منطقه امنه واتحدث الان على الهواء انه حد يجيب لي خبر في الخمس سنين انه في حد ارهاب حصل في هذه القريه او في القرى المحيطه بها او في مركز دير العبد الكامل اتحدى هي بالوزه دي اول واحد بالوزه دي اول بير العبد يا عيد ولا جنوب شمال يعني اديني بس احداثياتها كده نعم ايه شمال سيناء شمال سيناء ست اربع مدن على الساحل بدايه المدن بئر العبد تمام. بدايه مركز بئر العبد بالوزه في اكثر من 50 قريه بيبدا من قريه بالوزه وبينتهي حتى قريه الميدان اللي هي على حدود مدينه العريش بدايه قريه بالوزه هي البوابه هي المدخل لمحافظه شمال سيناء ككل ولمركز مدينه بئر العبد بالتحديد هي اول قريه في حدود محافظة تمام. شمال سيناء وانت بتقول تقع غرب قناة السويس 15 كيلو وانت بتؤكد على ان المنطقة دي لم يحدث منها اي هجمات ارهابية او اي حاجة ممكن الناس تبحث يعني تبحث طيب عيد معلش يا عيد انت يا عيد سؤال اخير يا عيد سؤال اخير انت اهل مكة ادرى بشعبها انت لما انت شايف الفيديو اللي احنا بنذيعه بتاع الضباط وما بيولعوا في البيت ده شايفه؟ شفته طبعا طيب الاسره اللي قاعده في البيت ده يعني هل هي اسره موظف هل هي اسره يعني ايه المستوى الاقتصادي بتاع اصحاب البيت ده كل الناس اللي موجودين في هذه المنطقه اما ناس بيصيدوا في البحيره او ناس مزارعين او ناس موظفين هذه الحرف اللي موجوده في هذه المنطقه
لا يعني المنطقة الناس كلها تعتبر طبقة متوسطة أو تحت المتوسطة، يعني ما في مستوى معيشي معين يعني نقدر نقول إنه منطقة لا. طب هل طيب معلش عيد تمام طب معلش عيد، هل يعني هل بخيالك البيت ده عايشة فيه واحدة ست بس ولا أسرة يعني يعني أب يعني زوج وأولاد وزوجة وجد، يعني هل ده بيت أسرة كبيرة ولا بيت أسرة زي بتوع المدينة كده اللي هم بيبقى موظف وموظفة أولادهم؟ لا أولا إحنا ما نعرف البيت. أيوة البيت مساحته عالية يا عيد، ما هو برضو في تلات سراير نوم يا راجل، يعني في تلات سراير شفناهم وفي جنينة كده بره أو تراس. هذه القرى هذه القرى كل الناس سواء أربع أفراد عايشين في البيت أو ثلاث أفراد أو خمسة، كل الناس بتبني بيوت بهذه الطريقة من دور أرضي لأنه المنطقة واسعة وما فيش داعي إنه الناس تبني عمارات، أو كل الناس تبني بيوت بسيطة والأرض واسعة يعني الأرض فاضية المنطقة فاضية. هل بيعيش الجد هل بيعيش الجد والجدة مع الأسرة يعني ولا بيبقى زوج وزوجة وأولادهم بس؟ طبعا معظم المنازل الاسر كلها متماسكه كلها بتعيش يعني عائلات اكملها بتصير اربع شباب متزوجين ومعهم اهلهم بيعيشوا في بيت كبير مثل هذا موجود. أيوة في المنطقه يعني منطقه شعبيه يعني الناس كلها مع بعضها وكلهم غالبا كل قريه هم اولاد رجل واحد. ما هو بقى انا ليه بسالك الاسئله دي يا عيد؟ بسألك الأسئلة دي مع حفظ الألقاب والتقدير والاحترام ليك يعني، بسألك الأسئلة دي لأنه ده بيت يبدو أنه في أسرة كبيرة عايشة فيه، ما هيش زوج وزوجة وولادهم، يبدو أن دي فيها جد مثلا وجدة في يعني كده. فلكن في الفيلم جوه الفيديو الضابط بيقول له الولية بنت كذا دي جريت، فبيقول له هتجري تروح فين يعني؟ فبيقول له ممكن نحصلها، بيقول له هي ولية منقبة. فإذا البيت كله كأنه آخر من تبقى فيه، لأنه البيت مليان عفشة ومليان هدوم ومليان حاجات ومليان أوض ومليان سراير، فكأن البيت فر أهله كله تبقى فيه غير سيدة واحدة اللي هي هربت في الآخر دي. هو ده اللي أنا بحاول أعرفه، ليه البيت ده ممكن يعيش فيه كم واحد يعني؟ ليه بيبقى ست واحدة هم اللي بيطردوها؟ يعني في ظنك كده هل أسرة الست دي كلها هاجرت مثلا؟ في الغالب دائما من الخبرة اللي خمس سنين كان بيتم طرد الرجال من المنزل وإحراق البيت. فبيبقى دائما اللي بيصمدوا الستات في وجه الجيش، اللي بيصمدوا لآخر لحظة بيقاوموا، هم اللي بيصمدوا لآخر لحظة هم دائما اللي بيصمدوا أكثر في آخر لحظة يفضلوا يتحايلوا ويفضلوا يستعطفوهم، بعضهم يبكي ليهم. البيت يعني الست دائما عندها البيت شيء مقدس بالضبط مثل زوجها يعني، فهي دائما تقاوم لآخر لحظة. أما الرجال فبيتم طردهم من البيت وإخلاءه، فالناس يعني في النهاية على كل حال وصلت يعني الرسالة بتاعتك الناشط السياسي الاستاذ. انا عايز بس استاذ محمد لو تسمح لي سريعا. تفضل يا فندم. انا لاحظ انه كل الفيديوهات اللي سربت من سيناء سواء اللي اظهرت قتل مدنيين او اظهرت حرق منازل او تهجير، كلها بالكامل سربها مجندين او افراد من الحمله نفسها، لان التصوير من داخل الحملة. أيوة. طبعا بيتم تسريبها للإعلام، أعتقد أنه بعد ما بيقضي مدة التجنيد لأنه الفيديو الحدث السلام 2018 فأتوقع أنه يظهر أكثر من كذا من المجندين نفسهم اللي يا سلام عليك يا عيد والله. أكيد هو ده التفسير للأستاذ عيد المرزوقي الناشط السياسي، بشكرك.